دخلة مهمة جدا مع كابتن طارق الغنام مدير فريق كرة السلة رجال بالنادي الأهلي. كابتن طارق مساء الخير. أخبارك إيه؟ الحمد لله رب العالمين، نشكر ربنا كله. مباراة الأهلي والزمالك دائما وأبدا بتيجي في الفاينل أو في السيمي فاينل، لكن أعتقد دي أول مباراة بين الأهلي والزمالك في دور 16 في كأس مصر. أنا قلت لهم بلاش أروح أسحب القرعة، أنا أنت اللي سحبت القرعة؟ الحمد لله. أنا قلت لهم مفيش مشكلة. ليه؟ أنتوا متأكدين من هذا الوضع؟ قالوا لي اتكل على الله. توكلنا على الله. إحنا واثقين عندنا رجالة، أكيد يا كابتن طارق، بنطمن منك على أحوال الفريق النهاردة في المعسكر المغلق. بص يا خالد، أولاً أنا عايز أقول كلمة إن الماتش ده بالنسبة للنادي الأهلي مش زي اي ماتش. انا شايفه ان شاء الله باذن الله ربنا كريم، احنا عاملين فرقه كويسه السنه دي، عندنا مدرب غني عن التعريف، عندنا فعلا في اختلاف كبير قوي السنه دي عن سنين فاتت كتير، فمطلوب الناس تشوف ده ان شاء الله ونكون عند حسن ظنهم. مطلوب المجلس يشوف الكلام ده، يشوف زي حضرتك بتقول كده، يعني انت عملت، عايز نشوف ايه نتيجه اللي حصل، عايزين ان شاء الله نوري الجمهور فريق الباسكت رسالك. ان شاء الله باذن الله الفرقه فاهمه وواعيه وعارفه يعني ايه ماتش اهلي وزمالك بدايه سيزون، بطوله زي كاس مصر حاجه تشرف اي حد ان هو ياخدها. ان شاء الله باذن الله، باذن الله رب العالمين نكون عند حسن ظن الجماهير باذن الله رب العالمين. بصراحه شديده يا كابتن طارق، مباراه الاهلي والزمالك بيكون فيها ضغط عصبي على اللاعبين، والمباراه لما بتيجي في اول السيزون اكيد بتختلف عن اخر السيزون. قول لي بتعالجوا ده ازاي كجهاز، يعني جهاز النادي الاهلي بيعالج ده ازاي مع اللاعبين؟ في جلسات نفسيه او في كلام بينكم وبين اللاعبين؟ ايه اللي بيحصل بالظبط بصراحه شديده؟ بص، احنا طبعا الزمالك نادي، الزمالك نادي كبير وعلى راسنا وعلى دماغنا من فوق. انت اي ماتش بالنسبه لك ماتش مهم، سواء لعبت الزمالك دور ال 16، سواء لعبت في دور الثمانيه، سواء لعبت في السيمي فاينل، سواء لعبت في الفاينل، قصدي هو كاس مصر كده كده غلوب خروج المغلوب، وكده كده هو دورهم جه بدري شويه مش هيفرق. انت كده هو انت الحمد لله برضو جه عندك في الارض، انا شايف ان دي ميزه. الفرقه عارفه، اتكلمنا معاهم يا جماعه، الناس عايز تشوف لعيبه كبيره، اسماء كبيره، ماتش الاهلي والزمالك مش اول مره، في اي نعم ناس كتير اول مره تلعب، بس الناس اللي جايه مش ناس قليله خالص، مش حد الموضوع بالنسبه له قلق، وبالعكس فالموضوع ان شاء الله خير ومطمن، واحنا واثقين في رجالتنا، معانا محترف ان شاء الله كويس، مع اللعيبه كلها فاهمه يعني ماتش الاهلي والزمالك، بتقعد تفهمهم يا جماعه ده بطوله خاصه طبعا، والظروف اللي فيها البلد هتبقى حاجه كويسه لكره السله ان الناس تتفرج على الاهلي وزمالك، اكيد الناس كلها هتقعد تتفرج، يعني بيبقى في حاجات كده بالنسبه للجهاز بتوصل عن طريق الجهاز، واحنا ان شاء الله باذن الله بنحاول نعمل اللي علينا ان احنا نوصل لهم هذا الموضوع. يعني كابتن طارق الغنام بنشكرك شكرا جزيلا، وكلنا ثقه وكلنا ورا فرقتنا ودعم اساسي لفريق كره السله في النادي الاهلي ان شاء الله في مباراته بكره، لان انا من قربي للاعبين دي ومن قربي للجهاز ده فعلا ان شاء الله هيكونوا رجاله ويقدروا يتعدوا عقبه مهمه او مباراه مهمه، مباراه قويه مع نادي محترم زي نادي الزمالك. ان شاء الله نتمنى للاعبتنا التوفيق باذن الله في مباراه بكره في دور ال 16. شكرا كابتن طارق غنام. عفوا، ربنا يكرمك، شكرا جزيلا. شكرا.